هنغني الأغنية طبعا اللي الناس كلها بتسمعها وبتحبها، وداع يا دنيا وداع. وبعد ما نتكلم أو بعد ما نغني وداع يا دنيا وداع، نتكلم عن الأغنية دي شوية كده ماشي. حلوين. اتفضل. يلا حجاز صفار. عدت الأوقات وعمرنا ضاع على الفاضي، جوا مني جراح ومش مرتاح ومش راضي، كل ما افرح يوم بلاقي هموم تحزنني، من في وقت الضيق يكون صادي يشيل عني، من في وقت الضيق يكون صادي يشيل عني. عديت الأوقات وعمرنا ضاع على الفاضي، جوا مني جراح ومش مرتاح ومش راضي، كل ما افرح يوم بلاقي هموم تحزنني، من في وقت الضيق يكون صادي يشيل عني، من في وقت الضيق يكون صادي يشيل عني. ودع يا دنيا ودع على اللي باق وما كملش، الحياة لو بيك أو من غيرك دي هتمشي، سلام يا حبي سلام معادش غرام مفيش راحة، لو عايزين تشوفوني اتفضلوا باستراحة، لو عايزين تشوفوني اتفضلوا ارفع ايدك فوق. مبسوطة جدا. هطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حسن شاكوش، خليكم معايا.